ولا هذيك ما تتسولني عليك هو تسموت باغي تصور معاه. إنا لله وإنا إليه راجعون حقيقة ويقينا. يبيض هنا تقلط دي الصور سيلفي والله رزال بعض المقاطع على الفيديو شو بالشيء أذكر أبلا كان مغارينا صور ندما صنيان الرئيس واني هاك ورد يسلم سوق الشوط سنت الرئيس انا ودي صح غاري رخمون فور زودي بريل جنب ورد اوي هو نكي هذا كنا هذه له حضالة اختي مورد تاوي هذه له حضالة حضالة ياك المرطوبة يا ياك السيما ورد اسي قريوا ورد اوي هو لا يقري السيما هذه الصوان تمغارين ثلاث زيوف نسن دي ربي دماس الحجاب نسن دماس نجلو بنسن تسلمي دماس للرئيسة وجو سلمت نسينا لو واسنا ديسي سوا غير انا بدا بيا تجمع كنز ارزمو ارزمو ولادة زود ايدين الصيد زود ايدين دوك مرتي رزم الدولة الدار اي سلسة هادي ستوان تمغاري مارت نفلان تمغارت نفلان هي اللي سنفلان. طيب ما تصور ان في احد يجهل ان السخرية حرام ويكفينا قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فلا شك أن السخرية من الناس يعني أمر مذموم. يقول الله تبارك وتعالى الكفار إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا صنيع الكفار هم الذين يسخرون من الناس. أما المسلم فلا يسخر من أحد لا يسخر من أحد. كيف والله تبارك وتعالى يقول لا يسخر قوم من قوم نهي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن السخرية من الناس لا شك أنها من المحرمات وقد تصل إلى الكبائر. هذه الجريمة التي يفعلها كثير من الناس اليوم خاصة إذا صار الأمر سخرية من خلقة الإنسان من شكله. وهذا الشرم سجل متق في مواقع التواصل لي على اليوتيوب تمارك المثال اللي اسم المثال هذا تصور دوا تمارا الزوز كي زوج سلك الفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه أملك عليك هذا وأشار إلى لسانه قال أو مؤاخذون نحن على ما نقول يا رسول الله. قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. ويقول من ضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه ضمنت له الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم واني هاك ورد يسلم سوق الشوط سنت الرئيس انا ودي صح. فلا يجوز الانسان يتساهل في تكفير المسلمين بدعوى انه قالها غضبة لله او قالها كذا او قالها كذا كان غير صحيح.